احنا هنا؟ ايوه هنا. ده بعيد قوي. محدش يزقني، محدش يزقني. تعالي جنبي، تعالي جنبي، تعالي. انا مهلك بقى، مش مفيد. انا قابلة للكسر. ايه ده؟ ده انا رقصت رقص. نعم. انت فين؟ طيبين قوي. عند سارة صاحبتي. سارة مين؟ سارة بتاعت زمان؟ لا اه. وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ. انت هترجعي امتى؟ بوبا يا بوبا يا مجازمه بوبا. انت مالك؟ البت بتاعت الميك. احنا بنتكلم من اول المكالمه كويس، ما تخلينيش اقفش عليكي. اقفش. اخلصي. هترجعي امتى؟ لما اخلص. بصي انا قدامي ساعه وهرجع البيت، نفسي ارجع ما الاقيش. هتشوفي هديل هعمل فيك ايه. باي سيف. هديل بقولك. نعم. خلي بالك من نفسك. تحبي يا جختك؟ ثانك يو. ارتاح. باي. تكلمي مين يا موزة المزز؟ انت مالك يا جزمة الجزم؟ سيف. ايه ده، هو فين صحيح؟ انا ما شفتوش قبل كده. الله يخرب بيتك، انت مالك يا سيف؟ مع اصحابه اتخانقنا قبل ما ننزل. ايه الخناق والنكد ده؟ اتخانقتوا ليه؟ قفشته بيتفرج على فيلم بول. وماله؟ الراجل بيعمل تريننج عشان يجدد. فيها ايه يعني؟ اصل هي كنت بتقعدي تتفرجي معاه طبعا يعني. لا، هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام ده. لو سمحتوا يا جماعه، انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. خلاص ما تزعلي. انا فاهماكي. خلاص. الدولة، هو انتوا لما اتجوزتوا كنتوا كل يوم تعملوا اسئلة اولى ابتدائي؟ اي بنت مخطوبة بتتخيل انه بعد الجواز هتبقى الحياة وردة، كل يوم مش هقلبزات بقى ودلع وكده. لكن لا، اقدر اقول لكم بعد سنتين جواز احنا ممكن نعمل كده مثلا مرتين في الشهر. ايه؟ بس انا كنت فاكره ان الحياه هتبقى احسن من كده. قبل الجواز كانت احلى. ايه علاقه؟ علاقه؟ هو كان في علاقه بالجواز اصلا؟ وانا ما كنتش فاشله. يا نهار ابيض، ومين عامل فيك كده يا هديل؟ ايه يا عبيطه انت كمان؟ سيف طبعا، امال هيتجوزني ليه؟ برضك الحمد لله انه اتجوزك. ليه ان شاء الله؟ هو كان ممكن ما يتجوزنيش. عارفين يا بنات، وانا صغيره ماما كانت مفهماني ان الكلام ده قله ادب. اه بجد. كانت مفهماني كمان ان الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال. تخيلوا، انا فضلت كده فاهمه الموضوع ده لحد الجامعه. الجامعه كل الامهات بتقول نفس الكلام ده، لدرجه ان انا خلاص هخلف من بقي. انا امي كانت تقولي لو حد مسك ايدك هتخلفي. لا، احنا اكثر تطور وتمدن. طب وانت يا جان؟ ايه بتعملي ايه مع الخطيب؟ مين يعني؟ عماد. بصي، على ما اعتقد يعني تذكر كده تقريبا بسني، او على ما تتذكر يعني كانت فرنش ولا بس فورتك يعني. لا طبعا انا ما بسيبوش يعيش اللحظه كده يعني، ما بسيبوش يتطور معايا قوي كده. ايه ده تليفوني فين؟ بيرن ده صح؟ تليفوني. تليفوني الفضول ده. ايه؟ لا اي علاء. وصلك رقم بيته؟ اه وصلني الرقم. قفل السكه في وشك طبعا. لا قفل السكه. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا اصلا ما كلمتوش. يا ايه، الراجل ده مجنون. ما علينا، المهم هاتي ورقه وقلم علشان اديكي العنوان. حاضر. ايه بقى ورقه وقلم دي؟ ايه الطلب الغريب ده؟ في ورقه وقلم في البيت ده ولا ايه؟ مفيش حد. طب بقول لك ايه يا عماد، ما تبعت لي العنوان دوت SMS، ويعني لو في تفاصيل بقى، بيصحى الساعه كام، بيروح فين،
يعني ابعتها لي كلها ممكن؟ اوكي مرسي. باي يا علاء. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه دي؟ انت نسيتي الانجليزي؟ ماسترز. رحت انجلترا درست شهادة ماسترز في سلوك الانساني وخدت كذا دبلومة كمان في عقلية الطفل. يعني انت دكتورة؟ لا انا طبعا مش دكتورة. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. اوكي. يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراهقة انا دارسة ازاي اعالجه. بحلله مشاكله سواء في السلوك او في الحياة. يعني شو... انت فاتحة عيادة؟ لا يا حبيبي انا مش فاتحة عيادة حبيبتي. انا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات. انت بتعملي تشات معايا اهو. تشات مع العيال الصغيرة بقى. تشات ازاي يعني؟ لا يا زفت انت وهي. انا بروح لهم بيتهم. بعالجهم بعمل السيشنز بتاعتهم في البيئة بتاعتهم. كل واحد على حسب مشكلة. تروحي لهم بيتهم. بس شغلانة غريبة جدا. هي غريبة. بس ممتعة. احلى حاجة فيها لما تشوفي سلوك الطفل بيتغير قدامك. تفرحي اوي. عمرك حبيت يا سارة؟ لا. بس صاحبت كتير. نعم. ما اقدرش اعيش من غير سارة. بنقضي وقت لطيف. بنشرب مع بعض. بنتفرج على فيلم. نقل ادبنا شوية. مفيش مانع. بس ما حبيتش. لسه ما لقيتش راجل اصدقني. انا عايزه ارجع القرف ده. استنوا شويه. استنوا شويه. الو انت فين؟ موجود؟ ما رحتيش الكنيسه ليه؟ انا عند ساره صاحبتي. هتخلصي امتى؟ انت مالك؟ انا اشتريت الشبكه. خدت الاذن الاول؟ جان مش كفاية بقى. ماشي يا عم. هتخلصي امتى مع صحابك؟ شوية. تسأل ليه؟ الساعة 12 لازم نكون مع بعض. بص يا عماد بحبك. أنا... مش هقدر ما اكونش معاكي. طيب خلاص فوت عليا عن سارة صاحبتي. بس تعالى من غير عربية. انا مش عايزة اسوق. العنوان فين؟ هبعتهولك في مسج. اوكي يلا باي. باي. ده خطيبك؟ ايوه. بتكلمي ميري كده ليه؟ عادي يعني. هو انت ليه صحيح ما حكيتيش حاجه عنه خالص؟ هو مين؟ اللي هو انت عماد. هو عماد. بصي يا ستي عماد محاسب في بنك. وايه كمان؟ هو اجمل حاجه فيه انه بيحبني. وانتي ايه يعني؟ ايه؟ بص يا دو مش مهم قوي تاخدي واحد انتي بتحبيه. المهم هو يكون بيحبك قوي. ايه الفلسفه الزباله دي بجد؟ انا وجهه نظري كده. المهم ان انا مرتاحه. هو مبسوط جدا. بيعمل لي كل اللي انا عايزاه. ما تغيرتيش يا جان. ما انا عارفه. انا عندي هموت. في ايه؟ الستاف ده جايباه منين؟ من هولندا يا دي. اكيد. لا والله. سيف لو كان هنا كان هيتبسط. بس هو طول عمره فقري. ونكدي. اخي طفي السما. يلا بقى. لا ايه؟ استنى. كل واحد لازم يتمنى امنيه قبل ما نطفي الشمع. وبعدين بقى ايه العطله دي؟ انا عارفه عادي. يلا غمضوا عينيكوا الاول. لا 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 هرجع. لا خلاص هنقول. استنى استنوا بس ما ولعتش الاول. اولع اولع. طيب اولع وبعدين نتمنى زي ما احنا عايزين. يلا ها لازم تتمني وانت واقفه. غمض غمض. بمناسبه
عيد ميلاد مين؟ سارة. 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 أنا. سارة. يا رب يا رب يا رب يا رب. إيه إيه إيه. يا لهوي. عادي بس عادي عادي بقى. سارة لا بجد. سارة ربنا يكون معاكي ويرشدك للصح. ونفضل على طول صحاب. ايه يا اختي انت؟ ايه؟ فاكره نفسك في الكنيسه هنا؟ احترمي نفسك يا زباله. احترمي مين يا عم؟ قللت الادب قوي. اللي بطيها دي. يلا تاخدي نفس؟ لا. حياتي. شوفوا بقى ما تقولش لا. احنا ما لحقناش نغني ولا نعمل اي حاجه. منين يا ماما اللي انتي بتعمليه ده؟ الفستان الفستان ايه ده؟ جوه جوه يمين في الحمام. لا ده شمال ده شمال. جوه يمين. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يا بنت اللذينة مشيت هبه؟ زمان انا راكنة عربيتي انا. تاني البت دي انت راكنة فين؟ انا ايه راكنة فين؟ اه صحيح استنى بنت سارة فين؟ انا اهو شرف. انا راكنة هناك. لا ده بعيد. الله انتوا تقولوا اي كلام على فكرة. يعني احنا عمرنا قلنا كلام مهم. بقولك ايه الله يخرب بيتك انت بجد قعدتي تقولي لنا وين خفيف. طب هو خفيف على فكره. اخف حاجه عندي. انت طفصه جدا. تولتي امنا. انت كويسه؟ انا تمام. هي كويسه. انت كمان؟ ما وعدكيش بصراحه. ما انت يلا بقى ولا انتوا ليلتكوا ايه بالظبط؟ هنعمل ايه؟ صح يلا. يلا. خدي هاتي فرقتي. يلا. يلا. اي بحبك بحبك قوي. نفسي مفيش حد. احنا متعودين نسهر مع بعض كل سنه في الجاليري. مش ممكن كنت اسيبك. انا اسف يا هديل. حقك عليا ما تزعليش. انا مخنوقه. انا كمان مخنوق. انت كمان مخنوق. تيجي ندور لنا على حد يفك خناقتنا؟ هنلاقي؟ لا. وحشتني. انت وحشتيني اكتر. الو. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. شكلك تعبانة، هكلمك بعدين. تعبانة قوي. طب يلا باي دلوقتي. باي. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير استاذه سعيد، على حضرتك استاذ حمزه. ازيك؟ ازيك انت؟ ايه لا حضرتك، انا اسمي ايه، بس في ناس بتنطقها غلط، هي بتتكتب كده بس بينطقها غلط. انا اسمي ايه. انا جاي اعرض على حضرتك بصراحه فكره حلوه جدا. انا بشتغل بروديوسر في قناه النهار، وعندي فكره برنامج حلوه قوي 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 والله قوي. لا ما ينفعش واحد سياسي يعمل اللي حضرتك بتعمله، وبعدين انا بنت ازاي تمشي وتسيبني؟ لما تبقي بنت مش همشي واسيبك. صمايل اللي انت لابساها الصبح ده، وايه شعرك ده؟ انا لا سياسي ولا دبلوماسي ولا نيله. يعني ايه البس سواريه وانا جايه ماشيه الصبح في التراك؟ وبعدين انا ما نمتش من امبارح عشان اتكلم مع حضرتك. اسمعني واعرف انا عايزاك في ايه. انا لما احب اتكلم في اي حاجه في اي برنامج انا اللي بطلبهم واقول لهم. بس انا جايبه لحضرتك فكره برنامج حلوه جدا والموضوع حلو، فيعني بيتهيألي ان الصح يعني انك تسمعني. سيبي لي نمرتك، اكتبي لي نمرتك في ورقه وانا هتصل بيكي. ايه ده بجد؟ لا يعني حضرتك موافق؟ طبعا طبعا. مش معقول بجد، حضرتك ذوق جدا. ميرسي. ذوق. بس انا معيش ورقه وقلم. معايا كروت، معايا كارت. احسن. كارتي اهو. تمام تمام. امتى بقى؟ النهارده. ايوه يعني الساعه كام؟ الساعه 5. 5 ايه، الصبح يعني ولا 5 المغرب ولا؟ لا طبيعي 5 المغرب مش 5 الصبح. تمام 5 المغرب صح. حضرتك اصلا ما نمتش من امبارح كده. طيب الساعه 5 اوكي. هستنى تليفون حضرتك. تمام. هتعجبني الفكره جدا ان شاء الله. الساعه 5. باي باي. اي مع السلامه. ميرسي لحضرتك. ميرسي قوي. ميرسي. انا ما بحبش اللي يقتحموني كده. عالم زباله. ايه يا ال صباح الخير. صباح النور يا رانيا. عندك ايه النهارده؟ عندي ميتنج للانتر ماركتنج بتاع الشركه دي، اللوجو بتاع هالتنال. مش هم المفروض كانوا يسلمونا ده لحد اللي فات؟ انا بجد مش فاهمه الناس دي. انا لدرجه ان انا بعت لهم ميل بستعجلهم فيه، وحضرت ورقي وكل حاجه، واخد مصطفى واروح اشوف ايه الموضوع. الناس دي مش ملتزمه، احنا لازم نغير الكونتراكت اللي معاهم. لا ما ينفعش، مش دي مشكلتنا خالص دلوقتي. احنا مشكلتنا ان احنا ناخد التصميم بتاعنا، هو ده المهم. سيبيني انا اتصرف معاهم. طيب اوكي اوكي. هاي جايه. صباح النور. كل سنه وانت طيب. طيبه. غريبة، كنت حاسة انك مش هتيجي النهاردة. ليه يعني؟ عادي، قلت يعني بتبارتي امبارح وكده فهتسهري ومش هتعرفي تيجي. ما انا سهرت فعلا. رحت فين؟ رحت عند صاحباتي وسهرنا وروحت على الساعة 2، نمت. قشطة. انا برضه امبارح كان عندي حفلة مع الباند بتاعي، قعدنا نلعب مزيكا لغاية الفجر كده، فقلت لو روحت ونمت مش هعرف اجي، فطبقت وجيت. انت غريب يا مصطفى بجد. اللي يشوفك ما يقولش عليك دكتور. انت الصبح حاجة وبالليل حاجة تانية خالص. بص، ما هو ده التميز، انت ازاي تعملي الحاجة اللي بتحبيها وفي نفس الوقت تعيشي كويس. يعني لان اللي انت بتحبيه دايما مش بيجيب فلوس، بس يعني بيعمل فرق في الحياة. ماشي يا عم الفيلسوف، نشوف شغلنا بقى. يلا انا حضرت الورق. اوكي تمام. طيب قشطة، انا هروح لهم. انا خليك انت. ما ينفعش، انا لازم ابقى موجوده، انا لازم اشوف ايه سبب التاخير. التصميمات دي لازم تبقى عندي بالكتير بكره. يا ستي خليك انت، انا هروح، انا اخري ما اخلصوا التصميم هغتت عليه وهرزل يعني، واحتمال اشتم وحاجه كده، فخليك ما تسمعيش الحاجات دي. متاكد جان؟ ها الموضوع انتهى. اوكي ماشي. قشطة. يلا بيس. تبارك. سلام. باي باي باي. صحيتي؟ صحيت من بدري. انا في الشركه. انت فين؟ انا زيك بالظبط، في الشركه برضو. تلاقي البلاوي التانيه لسه نايمين. اكيد جان هكلمك تاني. طيب كلميني علشان ضروري عايزه اشوفك. ماشي، هاخد الويتنج اللي معايا وارجع اكلمك. طيب اوكي يا حبيبتي. يلا. الو. بونجور. بونجور. بصي بقى باختصار شديد قوي، انت هتقبلي دعوتي على الغدا النهارده وانا هعدي عليك الساعه 3. المفروض اقول ايه؟ انا واضح ومحدد جدا في كلامي. وافرض عندي شغل؟ لا. هو قال لي لا.
انا قررت ان اكون مقدام السنه دي، واي حاجه نفسي اعملها اكيد هقدر اعملها، فمن فضلك خليني ادي قراري. عامله ايه النهارده؟ انا تمام كويسه. رجعتي تاني؟ لا 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 انا رجعت امبارح بقيت كويسه وفقت. هو انت لسه صاحيه ولا ايه؟ ايوه. طب هتعملي ايه بقى النهارده؟ عندي كذا مشوار كده وعلى بالليل هبقى فاضيه. ساره مين اللي بينده عليكي ده يا حلوه؟ يو وانت مالك انت؟ ايوه يا عاصم انا هنا. عاصم مين بقى؟ مالكيش دعوه يا حشريه. يلا هكلمك على بالليل عشان اشوفك، ممكن نتقابل. انا فاضيه كلميني في اي وقت. اوكي بس ما قلتيش عاصم مين. يا ستي مالكيش دعوه، انت فلسه قوي. باي. ها يومك عامل ازاي النهارده؟ عندي كذا مشوار كده وعلى بالليل هشوف واحده صاحبتي. وانت؟ انا كمان عندي كام حاجه كده اخلصهم ونبقى نتكلم. اوكي نتكلم. باي باي. باي. صباح الخير. صباح النور. انت يومك عامل ازاي النهارده يا هانم؟ مفيش، عندي مشوار وبعد كده هطلع على الجاليري. مشوار ايه؟ الدكتور. مشوار ايه؟ الدكتور. تاني يا هديل؟ تاني؟ هو تضيع وقت وخلاص؟ هتروحي تعملي ايه؟ ما التحاليل دي عملناها 100 مرة وبنسمع نفس الكلام نفس الكلام. انتوا الاثنين كويسين بس ربنا مش عايز يديكوا عيال دلوقتي. ربنا مش عايز. اقول لك ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزني اعمل ايه؟ انا مش عايز حاجة. انت حرة تروحي ما تروحيش مع نفسك. وبعدين انت عايزة ربنا يدينا عيال ازاي واحنا عايشين زي الاخوات مع بعض في البيت؟ بالمراسلة؟ لا بالشاتنج على النت. اه ده احنا هنفوق على بعض على الصبح. بقول لك ايه، انا غير في داهيه. مع الف سلامه. شفت بقى وانا ما عيطتش تاني؟ وانا فرحانه قوي ان انت ما عيطتش تاني يا مروان. هو انا كنت بعيط ليه؟ مش مهم، المهم ان انت لما تبقى عايز حاجه او مش عايز حاجه تقول من غير عياط، تقول اللي انت حاسس بيه وخلاص. هي دي حاجه غلط؟ لا مش حاجه غلط، بس انت لما بتبقى بتعيط محدش بيفهم انت عايز تقول ايه. هو هما الكبار بيعيطوا ليه؟ بيعيطوا لما يكونوا متضايقين. عايزين لعبوا كده يعني؟ اه بيكونوا عايزين لعبوا كده. يلا يا مروان يا حبيبي عشان نروح. يا ماما مروان برافو يا مروان. ايه الاخبار؟ كويس قوي طبعا. اهم حاجه ان انت تفضلي تتكلمي معاه دايما بهدوء وتفهميه كل حاجه وتشرحيها له. انا بتكلم معاه. بالمناسبه كنت عايزه اسالك، هو انت ليه خليتي المقابله عند والدك مش عندي ولا عندك؟ فضلت النهارده ان هو يكون موجود في بيئه مختلفه، وكنت حابه برضو ان هو يكون موجود في بيئه مفتوحه فيها خضره وميه وشمس وهواء، هيتبسط ويرتاح. ساره انت بجد شاطره قوي. ميرسي. ميرسي قوي، ده حساب الفتره اللي فاتت. ميرسي قوي. ميرسي. ولو عوزتي اي حاجه كلميني على طول. اكيد. شو باي باي. باي. يلا يا مروان. باي مروان. باي باي. الو ساره. ايوه مين معايا؟ انا حسام السويفي، انا جبت رقم تليفونك من على الويب بيج بتاعتك.
ويا ريت اشوفك ضروري لان بنتي عندها مشكله. اوكي مفيش مشكله. حضرتك تحب امتى؟ يا ريت لو فاضيه تشرفيني دلوقتي. اوكي على طول. باي. كتر خيرك يا حاج وتعمل خير على طول. ها انا مطيته تتصل بشركه السياحه وما تنساش تاخد الباسبورات بتاع زملائك. معايا من زمان يا حاج. هم ما صدقوا واول ما عرفوا ان هم طالعين ما بطلوش يدعوا لك. والنبي بيدعوا لك يا حاج. ايه ده مصطفى طاهر عماد عبد الحميد احمد فرغلي مالهم؟ الله حضرتك حطت اساميهم ودول طلعوا عمر السنه اللي فاتت يا حاج. وانت مال اهلك يا حاج مال اهلك؟ ما اقول لك ما تتدخلش في اللي انت مالكش فيه. مال عارف ان هما طلعوا بس واحد امه ماتت والتاني ابوه فيطلعوا يا بني ادم يطلعوا رحمه بابوهم وامهم. ها وبعدين ما جاتش الا على احمد. خليه يطلع عشان ما يبصلهمش يا حمار. ربنا يخليك لينا يا حاج ويطول عمرك وتعمل خير على طول. طب اعمل انت بقى فيا خير وغور من قدامي. والنبي هيحصل وهمش يا حاج بعد اذنك. ما تنساش ايه السياحه. طيب حاضر شركه السياحه هتصل بيهم والنبي اعتبره حصل يا حاج. سلام عليكم. ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا. ازيك انت يا حاج؟ بقول لك ايه يا حبيبي، انت تبعت لي فلوس لا تبعت لي بضاعه ولا سبونسر. سبونسر يا حاج؟ لا سبونسر ولا دياولو. تبعت لي انت بس الفلوس. ها يا سيدي سيبني انا هتصرف. يلا مع السلامه. انا جيت يا حاج، عايزني في حاجه؟ اصطبري يا حبيبتي اصطبري يا حنونه. ايه يا حاج مالك؟ عرفان من الشغلانه ديت. انت لازم تستريح شويه يا حاج. طبعا لازم استريح. احنا لازم اطلع انا وامك نشم هوا في مرسى مطروح. ما تروحي بس يا حاج، ما تروحوا تلفوا الدنيا. الف الدنيا يا بنتي، انا كبيره ما الفش سجاره ويمكن اجيب حد كمان يلفها لي. انا ما سيبش مصر ابدا مهما حصل. وانا بقول لك روح حارب، انا بقول لك روح اتبسط يا حاج. مالكيش دعوه بيا، انا هنبسط زي ما انا عايز انا وامك. ماشي امضي هنا. ده ايه ده اللي حمضي عليه؟ يا بنتي يا راعية. طبعا ابوكي. طبعا واعي، مش انت اللي مربيني؟ ده عقد فيلا جبتها لك في التجمع في كامباوند بشيء وشويات. كامباوند يا حاج؟ كامباوند كامبوديا ما يهمش. المهم يا بنت يجي اللي هيتجوزك يفهم ان انت مش محتاجه لاي حاجه. ربنا يخليك لي يا حاج، بس موضوع الجواز ده لسه شويه. لسه شوية في عينك يا هبة يا بنتي. أنا عايز أشوف أحفادي. طول العمر ليك يا حاج. أنا مديكي فترة فكر فيها كويس قوي وإلا أنا حأكشن. يعني إيه حأكشن؟ يعني تمضي يا حبيبتي. ماشي. استريحت؟ ما تسبقنيش وانت ماشي جنبي، ما ينفعش على فكره. اتفضلي. انت شايفه اصلا مش هو ماشي قد ايه؟ ما علينا. لبخه. ما تفتح. حاضر سواق. فتح عندك. فتح فين؟ خليني واقفه في الشارع. اتفضل. بجد انا زهقت. غير الزباله. ايه القرف اللي انت راكبه ده؟ انا عايز اعرف امتى انت هتغير الزباله دي. بجد انا مش ممكن اركبها تاني. ما تقلقيش، كله هيتباع اصلا بعد الجواز. لما اجيب بدله ب 4000 جنيه وقميص ب 700 جنيه يبقى في ايه يا عماد؟ دي خطوبتنا على فكره. يا ماما حرام كده اوفر. انا لسه اصلا ما جبتش بقيه الحاجات دي. مسمى دوتي يعني؟ لا دوتي ولا بوتي يا جان، بقول لك كتير. انا دفعت
انت عارفه انا دافع فوق كام؟ انت ما بتبصش في المرايه بجد؟ ما بتشوفش نفسك قبل ما تعرفني وبعد ما عرفتني شكلك بقى عامل ازاي؟ جن انا ما انكرش ان انا بعد ما عرفتك اختلفت، احلويت، بس ده عشان بحبك مش عشان شويه الماركات. الماركات اللي انت مضروبه بالحاجات دي على فكره. مضروبه؟ اي حاجه براند ليها قيمتها احسن من التقليد اللي كنت بتلبسه صح؟ التقليد؟ اه تمام تمام. انا في جريد 8 عندها 12 سنه وبنت زي القمر. انا مش بقول كده عشان هي بنتي، بس هي ذكيه جدا وعندها تفكيرها الخاص، لازم تقتنع بالحاجه عشان تعملها. بقالي اسبوع كده ملاحظ ان هي مش مظبطه ومتغيره، بترجع من المدرسه تقعد في اوضتها ما بتكلمش حد ما بتاكلش. امبارح رحت سالت في المدرسه، عرفت ان هي متغيره كمان في المدرسه، وفهمت ان التغير ده كله عشان جالها البيريد وهي معقده من رؤيه الدم. وايه اللي مخليها متعقده من الدم؟ أنا كانت مع مامتها لما عملت حادثة وشافتها لما ماتت في المستشفى، من ساعتها وهي تقدرش تشوف دم خالص. أنا آسفة بجد. لا ولا يهمك. كان هناك شور. طيب المفروض في المدرسة يتكلموا معاها في حاجة زي كده، ازاي ما خدتش الكلام ده في البيولوجي مثلا؟ أنا سألتهم هم فعلا اتكلموا معاها في البيولوجي في الحكاية دي، بس بتهيألي المدرسة مش كفاية، لازم حد في البيت يتكلم معاها. وأنا حاولت بس هي مش متقبلة مني أي كلام في الموضوع ده. أكيد أكيد هي محتاجة مامتها في موضوع زي ده. لما دخلت على الإنترنت وعملت سيرش لقيت إن أنتي ممكن تساعديني في حاجة زي دي. ما عنديش أي مشكلة، بس موضوع زي ده هياخد وقت، لازم انا وهي نبقى اصحاب الاول. وانا ما عنديش مشاكل، انا المهم بنتي تبقى كويسه. اوكي، وهي فين دلوقتي؟ ساعه ما رجعت من المدرسه وهي في اوضتها. طب كلمني عنها، ايه هواياتها؟ بتحب تعمل ايه؟ انا بتحب الميوزيك قوي، بتعزف بيانو. اليومين دول ما بتعملش اي حاجه غير انها بتقعد تعزف، لان مامتها كانت بتعزف كويس وكانت بتعلمها. وبعد ما مامتها توفت جبت لحد يعلمها؟ لا بس كنت ناوي بصراحة، هي أصلا بتعزف من غير ما تقرأ نوتة. عموما دي حاجة كويسة، أنا ممكن أعلمها قراية نوتة، أنا دارسة موسيقى أساسا وبعرف أقرأ نوتة كويس. ما تخافش مش هلخبط لها معلوماتها. دي هتبقى فرصة كويسة إن احنا نتكلم ونقرب لبعض أكتر ونبقى أصحاب. أنا شايفة إن المشكلة عند هنا إنها عندها كذا مشكلة مش مشكلة واحدة، يمكن أبسطها موضوع البيريد، لكن المشكلة الأساسية هي موضوع خوفها أو قلقها من الدم، لأن دي حاجة. تعالي يا هنا. تعالي يا حبيبتي. عاملة ايه؟ تمام. مش سلمي على طنط سارة؟ ايه ده؟ طنط ايه؟ لا سارة بس. هاي هنا انا سارة. باباكي كلمني عشان اعلمك قراية نوتة على البيانو. بس انا مش عايزة اقرا نوتة ولا عايزة حد يعلمني. بس انا عايزة اسمعك. باباكي قال لي ان انت بتعزفي كويس قوي، يمكن اتعلم منك حاجة. بس انا مش عايزة. اوكي. عارفة يا هنا؟ أنا اتعلمت إن لازم أجرب كل حاجة الأول، بعد كده أحكم، يمكن أتبسط ويمكن لأ. وأنا عايزة أسمعك، يمكن تكوني ما بتعرفيش تعزفي أساساً وباباكي مش عارف يحدد وتطلعي أي كلام. أنا بعزف كويس. أوكي، عموماً هنشوف. إيه يا حبيبتي؟ رايحة فين؟ رايحة اتولد. أنا عايزة نمرة المدرسة بتاعتها عشان محتاجة أسألها على شوية حاجات. شور. بص يا سارة، سوري إن أنا هتكلم كده، بس هي رافضة إن هي تحط الباد سيمبلي عشان هي ما تعرفش. وأنت عرفت كده من المدرسة؟ آه. أوكي، عموماً مش مشكلة، أنا هبدأ معاها من بكرة.